متابعة والتفاصيل ينضم إلينا من عند معبر رفح مراسل النيل الأخبار علي فتحي. علي أهلا بك، وضعنا إذن في تفاصيل المشهد لديك الآن. نعم فاطمة، يعني نحن الآن متواجدون أمام ميناء رفح البري من أجل متابعة سير عملية وإنفاذ إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح. دعيني أقول لك أن اليوم هو يعني اليوم الأعلى على الإطلاق منذ استئناف دخول المساعدات بداية الأسبوع، حيث عبرت ميناء رفح البرية إلى معبر كرم أبو سالم اليوم أو حتى الآن 110 شاحنات، منها 99 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والإعاشية وعدد من المستلزمات الطبية ومواد البناء، وأيضا يعني الطحين والدقيق والمواد التي تستخدم في إنتاج الخبز والمواد الأساسية التي كانت ترفضها خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية سلطات الاحتلال. وأيضا عبرت 7 شاحنات من السولار، بالإضافة إلى 4 شاحنات محملة بالغاز. كل هذا عبر من ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، واستلمته سلطات الاحتلال من أجل يعني التنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة المعنية باستلام هذه المواد الإغاثية والإعاشية، ومن ثم إفراغها في قطاع غزة ووصولها إلى مستحقيها. ولكن فاطمة، يعني دعيني أقول لك أن من هذه 99 شاحنة تم رفض أيضا شاحنتين من قبل سلطات الاحتلال محملة بلعب للأطفال في قطاع غزة، وكانت الحجة أن من الممكن استخدام هذه اللعب في يعني تصنيع عبوات ناسفة أو مواد متفجرة وما إلى ذلك. وعادت هذه الشاحنتين مرة أخرى إلى الجانب المصري حتى الآن. يعني ورغم الارتفاع التدريجي في وصول وعبور عدد الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم، يعاني قطاع غزة، لا يزال يعاني قطاع غزة والمرافق الحيوية في قطاع غزة من نقص حاد في الوقود وفي المواد الأساسية والمواد الخام، ما يعني أن سلطات الاحتلال يعني تستلم هذه المواد الإغاثية وتحتفظ بها وتتعنت في تسليمها ويعني وتتعمد تأخير تسليمها ل موظفي الأمم المتحدة من أجل يعني فك الكرب عن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي وسيلة ضغط يعني يستخدمها جيش الاحتلال وسلطات الاحتلال. ونحن الآن في اليوم 91 بعد 200، أي 10 أشهر كاملة على اندلاع الحرب منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، ويستخدم جيش الاحتلال سلاح التجويع بشتى أنواعه كوسيلة ضغط على الفصائل الفلسطينية من أجل يعني تحرير الرهائن أو من أجل كسب أرضية على أرض الواقع. ولكن هذا يعني كله يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة. هو بالتأكيد ما يزيد من هذه المعاناة علي هو يعني عرقلة الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات بالقدر الكافي والكثافة المطلوبة لتلبية احتياجات الفلسطينيين المحاصرين في كافة أنحاء القطاع. شكرا لك جزيلا على هذه المتابعة الزميل علي فتحي مراسل النيل الأخبار، كنت معي مباشرة من أمام معبر رفح البري.